بسم الله الرحمن الرحيم. تنظم الخزينة الجهوية بفاس بشراكة مع جمعية ديال التقنية لوزارة المالية وشركة ديال اسباس دو كوريكسيون اوديتيف، واحد الحملة لتصحيح السمع. وبهذه المناسبة كنشكر الشركة على الدعم ديالها اللي وفرت لنا واحد البروفيسور ديال الودنين اللي غيدوز الناس على ودنيهم، وفرت لنا المعدات اللازمة باش الناس تاخذ القياسات ديال الودنين. وبهذه المناسبة تم توقيع واحد الشراكة مع الشركة اللي يكونوا تخفيضات مهمة لجميع الموظفين وذويهم، يعني الأقرباء ديالهم، الآباء ديالهم، الأبناء ديالهم، الإخوان ديالهم، يعني الناس اللي والحمد لله حنا كنحاولوا نعاونوا الموظفين ديالنا والناس ديالنا باش تكون الصحه ديالهم في احسن حال. وهذه ماشي اول مبادره، هذه الحمد لله مع الخزينه، هذه ثاني مبادره مع الخزينه. كان ديجا درنا ان ديبيستاج ديال ليباتيت سي وكانت ناجحه جدا، وخدينا المبادره ان درنا دابا السمع، ومازال ان شاء الله غنعاونوا نديروا العوينات ونديروا بزاف ديال المحاولات. وكنشكر الحضور اللي جا، وكنشكركم انتم على هذا التدخل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.